لأن الأصل واحد والمنبع واحد والينبع واحد، بل هو الأصل. فإنما تعمقت أكثر وأكثر فوجدت كلما أقرأ كتابا صوفي أو رواية صوفية يتجسد أمامي رواية شيعية، وكلما أقرأ رواية تعمق رواية شيعية أتعجب وأستغرب كيف هذا؟ لعله هذا الكتاب شيعي أقلبه يعني أشوف غلافه وأشوف مؤلفه مؤلف صوفي لكنه رواية شيعية. كلما دخلت أكثر أكثر فوصلت إلى نتيجة، وهذا النتيجة إن شاء الله بفضل الله سوف يظهر لكم في بسورة كتاب بدعم من قبل 400 كتاب صوفي، 400 كتاب صوفي راجعت إليه، بأن أصل التصوف ومنبع التصوف هو التشدد، لأن الذين أسسوا التصوف كانوا من الشيعة، أن الذين أسسوا التصوف كانوا من الشيعة، والناس لم يجدوا، إنما بحثت وجدت بأن أول من نكب بالصوفي، أول شخص نكب في تاريخ الإسلام بالصوفي جابر بن حيان، وكلا الفريقين السنة والشيعة متفقون بأنه شيعة، لأنه شيعة، ويقول الشيعة بأنه من تلامذة جعفر بن باقر، هو جعفرهم لا جعفر. ثم بعد ذلك بحثت عن رؤساء التسلط ومجاهد وزعمائه وقادته، فوجدت إما التشيع الظاهر أو التشيع الخفي الذي لم يطلع عليه حتى بعض أئمة أهل السنة مثل المعروف الكرح. عمدة الصوفية أنها تذكر الله، ذكر الله وعبادة الله، طرق في ذكر الله وعبادته، ما عندنا موقف ضدها. عندنا إذا رأينا خللا منهم ننتقد ذلك الخلل، وهكذا موقف بقية المذاهب. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم.